يواصل مهندسو ومهندسات كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت عرض أفكارهم وابتكاراتهم العلمية في معرض التصميم الهندسي لليوم الثاني والأخير. نعم، هذا المعرض يضم عددا من المشاريع الهندسية ذات التفكير الإبداعي والابتكاري التي تخدم المجتمع والبشرية وتدعم توجهات البلاد لخلق رأس مال بشري يواكب تحديات التنمية وتحقيق رؤية كويت جديدة 2035. المشاريع الهندسية ذات التفكير الإبداعي والابتكاري تهدف إلى خدمة المجتمع والبشرية لحياة مستدامة وتعكس مدى ما يملكه أبنائنا وبناتنا من مهندسي المستقبل من كفاءات وطاقات بناءة. مشروعنا هو عبارة عن اسمه ويست وينج، هو عبارة عن إنتاج الجت فيول من الويست بلاستيك، وقود مصاحب للبيئة يختلف عن الوقود اللي حاليا احنا قاعد نستخدمه. الفرق بينهم الإميشنز حق الجرين هاوس غازز اللي تسبب للاحتباس الحراري بنسبة 80% أقل من الوقود المستخدم حاليا. طبعا من خلال هالمصنع قاعد نحاول نقلل من السويل بولوشن والووتر بولوشن والاير بولوشن، لأن أوريدي الفيد مالنا اللي هو ويست بلاستيك قاعد يندفن عندنا بالأرض أو إن احنا قاعد نحرقه. احنا قاعد نستفيد منه ونتخلص من هالمشكلة عن طريق انتاج اشياء ومواد كيميائية مفيدة. طبعا المصنع ممكن تطبيقه بثلاث طرق، قارنا بينهم الثلاثة واخترنا افضل طريقة من ناحية الكوست ومن ناحية الاستفادة ومن ناحية الاحصائيات اللي عندنا بالكويت كاستخدام الويست اللي عندنا. مشروعنا عبارة عن طائرة طيرانها وهبوطها يكون بشكل افقي اشبه بالدرون او الهليكوبتر يعني، لكن طيرانها بالجو هو طيران طائرة بسرعة الطائرة ومواصفات الطائرة، وتستخدم الجوانب العسكرية والمدنية. التصنيع كان بالكامل في جامعة الكويت في الورشة بالخالدية، ومثل ما تشوفون طيارة يعني شكلها بسيط وهذا، لكن هي كفكرة أول مرة تنطرح طائرة بأربع جوانح قابلة للإطباق والدوران. وجود مثل هذه المشاريع على أرض الواقع ستكون بداية لفتح آفاق جديدة ومتسعة لهؤلاء المهندسين والمهندسات في المستقبل. مشروعنا هو عبارة عن تصميم جهاز لتنظيف الواجهات الزجاجية حق المباني المرتفعة، لأن هذه مهنة وايد خطرة على بعض العمال، وأيضا في بعض الشركات حتى لو ما كان فيها عمال ينظفون الواجهات الزجاجية يتكلفهم بعضهم أجهزة مبالغها وايد عالية، أرخصها تقريبا 30,000 دينار كويتي وانت طالع، ومو عملية بحيث أنها تنظف يعني أكثر شيء بالشهر مرة، فمو وايد عملية ووايد سعرها غالي مثل ما قلت لك، أقلها 30,000 دينار كويتي. هو بناء على نظرة الكويت 2035 نظرة ميكانيكية، قررنا نصمم جهاز ميكانيكي يستخدم لفصل النفايات الجافة والرطبة، يتم استخدامه في المجمعات التجارية. مثل ما تشوفون ان الجهاز يتكون من ثلاث فتحات، فتحة خاصة حق علب السوائل والنفايات المعاد تدويرها وغير معاد تدويرها. كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت هي مصنع للأفكار والابتكارات الهندسية التي تعالج الكثير من المشكلات المحلية والدولية بأيادي الطلبة المهندسين والمهندسات تحت إشراف نخبة مميزة من الأساتذة من أصحاب الخبرة والاختصاص في الكلية. نواف شراكي، تلفزيون دولة الكويت.